مراد طاقم العمل كيتصلوا بضيفو كيعلموا ان غادي تحضر معنا البرنامج توك شو سميتو 5 سنك على امباسي 5. برنامج فيه كتلقى الضيفه مع جمهورها مباشره، ولكن الضيفه اللي ما عرفاش هو ان الجمهور دير اليد مع مراد، وحتى الضيفه الثانيه فاتي جمالي اللي غتكون متفقه مع مراد. المهم كلش متفق باش يطلع لك الطونسيون، وسمحي لينا من دابا. معنا بحلقة جديدة من حلقات برنامج 5 5. برنامج 5 5 يستضيف يوميا نجوم 5 5 على قناة ام بي سي 5. اليوم معنا نجمة مغربية متألقة نرجس الحلاق. نرجس مرحبا بك. الله يبارك فيك. كيفاش دوزتي هذا النهار ديال رمضان اليوم؟ كوب فاصل ونواصل، واخا ما كاينش رمضان على اساس انه في رمضان نسولك على رمضان كي داز النهار باش نبانو بحال اللي صايمين. سي بون؟ اها يعني ما عرفتش نكذبوا شويه على الناس ماشي مشكل، بحال اللي دابا كيدوز في رمضان نسولك على النهار كيفاش داز. بلا مكياج، ولكن ماشي الكاميرا وداك الشيء، زعما برنامج خاص يكون مع لا لوميير. غير على الصوره ديالك انت مع الجمهور وصافي ما عنديش مشكل. نعم بلاتي اشرح لي، والصايمين حنا ولا زعما فطرنا؟ حنا صايمين. بلاتي واش هذا البرنامج كيشمل هذاك الشيء اللي كتبقى تشد فينا؟ نعم ما سمعتش. واش كيشمل؟ باش ما نبانوش، باش نبانو كريديبل زعما ما نبانوش. إلا زابينا راه الكونسيبت مشات. 3 2 1 اي انتي كتعمدي ديري البوز؟ بديت كنت ستريس. واش نصنفوك انتي كائنة انستغرامية ولا فنانة؟ وصاحبي انا صاحبي السؤال اللي كنسول ما كتبغيش تجاوب، كنعاود نسول شوية سؤال جريء ما كتبغيش. او راه سولناها الكونسيبت ما بغاش تجاوب، سولنا سؤال شوية فيه شوية جرأة ما بغاش تجاوب، شنو نقول لها شنو؟ ما عجبنيش الحال. المهم أنا كنصبر ياك، ولكن من بعد كنولي كنضرب، كنقدر نهرس شي حاجة حدايا، ولا تهضر معايا بالأدب. احترميني عافاك. وأنت خصك تحترمني. راه غتخرجي من هذه الحلقة مشهورة. مشهورة؟ شوف أخويا. يا سير الله يعاونك، أنا والله ما عنديش لقانا لهذا التخربيق هذا كامل. وراه أنا والمخرج مهز أنا وياه، أنت بعيدة أختي. راه انا عندي معاه مشكل. هو ماشي انا كنحترمك اخي، الله يرحمك. شوف حتى تصنتي والله ما عندي معك مشكل، انت تفضلي. تكوني شويه عصبيه عافاك باش تبان الصوره ديالك زوينه، كتباني مقلقه بزاف. 3 2 1 اي نرجس الحلاق، ما كايناش الغيره ما بين الفنانات، وحده كتحفر الاخرى ولا على حسب الانسان كيفاش هو داير في الاصل، ماشي ضروري بين الفنانات. علاش انت سمحي لي على هذا المصطلح كيبريكوليو بيك؟ كيبريكوليو كيعمروا بيك مثلا نتقابي، واش بصح ولا لا؟ كتبان لك زعما انت. فاصل ونواصل. ماشي ما بغيتيش تعطيني البوز؟ البوز واش انت جايبني هنا باش دير بيا البوز؟ عادي زعما اللي بغيتي. لا انا ما نديرش بيا البوز. فتحي قلبك انا الريس، انت كتموتي على البوز. لا لا ما عجبك السؤال نحيدو بلا ما تقلقي. واش انت بلاتي دابا نسى هادشي هذا، واش تفضل انني انا نسى الفكره ديالك عليا هي انني كنموت على البوز؟ انا غير كنسول. هذا راه سؤال استنكاري. دابا ملفز كيقفز. ما تجبدليش شي حاجه ديال البوز، انا ما كيعجبنيش ندير البوز. ما ديرش بيا زعما البوز. واخا نرجعوا 3 2 1 اي عندنا الضيف الثاني، الضيف الثاني شكون اللي كتوقعيه يكون؟ عندنا لك المفاجأة اليوم، واش توقعي يكون معك هنا حسن الفد ولا مهدي فلان ولا فاتي جمالي؟ غنواجهك بواحد الضيف، شكون اللي كتوقعي يكون؟ حيت انت عزيز عليك البوز غتعيط لمهدي فلان. انا ما باغيش ندير البوز، انا جد ضيف اخر. معايا ومعكم نجمة هذه الحلقة وهي الضيفة الثانية فاتي جمالي. نعاودو الدخله. يلا نعاودو عافاك. مراد اجي شوف عندي وقله شي مشكل في فين هو ديال الميكرو. واش انت منيتك؟
جايبه تخيتي قبل مني وانا ضيفه ثانيه. وشنو عادي؟ لا اجيت مع الطلاقه ولكن ما تدخلنيش. جات قبل منك. تحبنيش انا وياها. وباش نحميو الطرح شعل العوا في مراد العشابي، انسحبوا فاتي الجمالي وداروا راسهم كيدويو على نرجس الحلاق. وبالعاني خلينا الميكرو شاعل باش نرجس تسمع كل شيء وتزيد شعل. انا نسمع ليك خيتي. لا ما عرفتهاش اصلا. لا ولا وسمحي لي انا بغيت ندير خصني ضيف مفاجاه ضروري يكون معاها. وانت تعطلتي الله يرحمك الله يرحمك. الله يسامحنا سير كامل. ملي تقد البروغرام ديالك وتعرف تلاقي الضيوف ديالك عيني. الله يرحمك. شوفي 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 الله يرحمك. واش اصلا الحلقه عندي بارده يرحمك. عفاك روتوش مكياج؟ روتوش مكياج لفاتي؟ اصدقاء ما تبقاش تسبعي نقسم صافي 3 2 1 اي معايا ومعكم في هذه الحلقه فاتي جمالي. مرحبا بك. فاتي جمالي مرحبا بك. شكرا ربي يخليك. انتم الفنانات كيفاش كيدوز عندكم الاجواء الرمضانيه؟ بعدا تصحرتي البارح مزيان صبحتي بخير؟ البارح دابا واخا ماشي رمضان حنا كنسجلوا دابا بحال في نكذب على الناس غير ايفيت هذا السؤال ما نقدرش نكذب. واخا هي زابيتي للسؤال وتا انا راه مصروح وانا نقول لك زابي سؤال. علاش قلتي هي زعما؟ فاتي سميتي فاتي. شوف انا والله ما بقيت قادره نكمل والله. خليني نمشي بحالي. الا برزتك نمشي. لا لا انا ما حساش براسي مزيان. كنسولكم على رمضان انت ما بغيتيش تجاوبي. هي ما بغيتيش تجاوب ما فهمتش. لا انا قلت لك ما نكذبش. بغيت نمشي بحالي. عافاك. لا لا خليك انا غادي نمشي. نرجس نرجس انا برزتك انا اللي غادي نمشي. نرجس نرجس انا اللي غادي نمشي برزتك. الله يرحم الوالدين. وبغيتك تمشي مقلقه عليا. غير سيري انا اللي غادي نمشي اصلا. نرجس الله يرحمك. الله يرحمك ما تقلقيش عليا نرجس. الله يرحم الوالدين. نمشي بحالي. لا والله الله يرحمك. الله يرحمك. مراد انا لا نمشي. خليكم خليكم. الله يرحم لك الوالدين ما تقلقيش. انا لا نمشي. الله يرحم لك الوالدين. نرجس ما تقلقيش عليا نرجس. نرجس الله يرحم لك الوالدين ما تقلقيش عليا. خلينا نكمل ايميسيون هذا. يلا نكملوا عفاك 3 2 1 اي فاتي جمالي نظرك انت نرجس كتجري على البوز. وهذا النقاش هذا ما عنده حتى شي معنى. صور لا تصور ماشي بحال. انا ما دوش ليا هذا الشيء. فاصل ونواصل. دابا انا المشكله اللي عندي هي انني كنبقى ساكته ياك ولا هضرت كنخربقها فهمتي عليها كنبقى ساكته زعما ما كنعرفش نزوق في الهضره. دابا هادشي اللي مطلوب منك انك ما تزوقيش في الهضره. اذا انت باغي البوز انا ما باغاش ما جايش ندير البوز. ندوزو لفقره الجمهور. الجمهور شكون اللي عنده شي سؤال؟ تفضلي. بغيت نسول نرجس الحلاق. مؤخرا شفت واحد اللقطه ديالك في واحد الفيلم اللي كانت فيها واحد القبله ديال الريئه. واش هاد القبله هي اللي عاوناتك باش ديري هاد البوز وباش ديري هاد الشهره بحال هكا؟ عفاك قولي السؤال بطريقه زوينه. عفاك نعاود السؤال. لا لا ماشي ضروري تعاود السؤال صافي خليها. فوت هاد الهضره هادي عفاك واخا فوتها. عفوت عفوت عاشو كيدير وفوت حيت ما يعجبكش الحال. فوت. اسئلتك محرجه والله. ماشي كاستون محرجه حتى اجوبتك حتى هي محرجه. انا كنقول الصراحه. صافي اوكي برافو عليك مزيان. انت انسانه محترمه. انا فاجئتيني مع عمري انا هضرت معاك ولا دخلت معاك في شي هضره اللي هي شخصيه ولكن كنت كنحترمك. كنت كنت كنحترمك. ودابا دابا جيتيني في شكل ما عجبنيش الحال. وانا اختي انا عمرني ما احترمتكش وداك الشيء اللي قالتي لي ما كيعجبنيش. حره في رايي. دابا واش انت صريحه ولا وقحه؟ انت شنو؟ الا احترمي راسك. ما زيدش عليا الضرب. لا لا ما زيدش انا ما زيدش عليا الضرب ولكن الا وصلنا لكلمه الوقاحه هذاك نيفو اخر كنهضروا عليه. ناري يا ربي يا ربي اش درت شنو الذنب اللي ارتكبت في حياتي؟ صافي الله يعطيك السر. دوز هادشي هذا باش ما عطى الله. عفاك نحيدوا هادشي ديال التخربيق هذا هادشي. حتى هادشي هذا اللي حدايا حيدوه الله. عفاك 3 2 1 اي دابا نورمالمون خصك ملي تجيب شي ضيف يكون كاينه شي علاقه شخصيه كتجمع ما بين الضيوف. بيان سور ولا نفس المستوى ولا شي حاجه هكا. ما تخلطش شعبان مع رمضان. ثلاثة دو ان اي نرجس الحلاق علاش انت مدلوله؟ فاصل ونواصل. واش هاد الحلقه هادي غدوز؟ واش انت مسطي ولا مالك؟ واش هاد الحلقه هادي في نظرك انت غدوز؟ علاه حنا صورنا بعدا؟ لا ما تقولش لا خليني خليني خليني. لا قلت لك واش انت مدلوله؟ جاوبيني واش انت مدلوله؟
ما تغوتيش عليا المهد. شوف انا نشير لا ما تقول لولا ما تغوتيش عليا الله يحفظك. علاش كتخوتي عليا؟ علاش علاش كتخوتي عليا؟ مالك علاش كتخوتي؟ علاش كتخوتي عليا؟ علاش نرجس نرجس لا والله ضربينيش والله قرعة ديال قرعة ديال الماء نرجس الحلاق خرجات من الطوع ديالها وكنعتذروا منك مرة أخرى. حاول مراد وفاتي أنهم شرحوا أنه كان برنامج طلعات وأن كل شيء كان مفبرك باش نعصبوها ونقصوا درجة التحمل ديالها، ولكنها تعصبات واش جاب دابا شكون يبردها. نرجس الحلاق النجمة المغربية المتألقة، بغينا نقيس درجة الصبر والتحمل ديالها. معلومة الأولى بأنها الجمهور كله لهنا متواطئ معنا، هذه أول حاجة.